فنانات عندهم 90 و100 سنة وما زالوا على قيد الحياة. لن تصدق كيف غيرت الشيخوخة صورتهم الجميلة في أذهاننا. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الفنانة سميحة أيوب هي من مواليد 8 مارس عام 1932، عمرها الآن 92 سنة. الفنانة ميمي جمال هي من مواليد عام 1941، عمرها الآن 83 سنة. الفنانة والراقصة كيتي هي من مواليد 21 أبريل عام 1927، عمرها الآن 98 سنة. الفنانة نجوى فؤاد هي من مواليد 17 يناير عام 1939، عمرها الآن 85 سنة. الفنانة منى واصف هي من مواليد 9 فبراير عام 1942، عمرها الآن 82 سنة. الفنانة لبنى عبد العزيز هي من مواليد 1 أغسطس عام 1935، عمرها الآن 88 سنة. الفنانة ثناء ديبسي هي من مواليد 1 يناير عام 1941، عمرها الآن 83 سنة. الفنانة نجاة الصغيرة هي من مواليد 11 أغسطس عام 1938، عمرها الآن 86 سنة. الفنانة قمر مرتضى هي من مواليد 28 مارس عام 1940، تبلغ من العمر 84 سنة. الفنانة ليلى طاهر هي من مواليد 13 مارس عام 1942، عمرها الآن 82 سنة. الفنانة نادية الجندي هي من مواليد 24 مارس عام 1946، عمرها الآن 78 سنة. الفنانة ثراء ديبسي هي من مواليد 16 مايو عام 1943، تبلغ من العمر 81 سنة. الفنانة إغراء هي من مواليد 19 فبراير عام 1942، تبلغ من العمر 82 سنة. الفنانة سهير رمزي هي من مواليد 2 مارس عام 1949، تبلغ من العمر 75 سنة. الفنانة عفاف شعيب هي من مواليد 2 نوفمبر عام 1948، عمرها الآن 75 سنة. الفنانة ميرفت أمين هي من مواليد 25 نوفمبر عام 1948، عمرها الآن 76 سنة. الفنانة لبلبة هي من مواليد 14 نوفمبر عام 1946، عمرها الآن 78 سنة. الفنانة نيلي هي من مواليد 3 يناير عام 1951، عمرها الآن 73 سنة. الفنانة هناء الشرباجي هي من مواليد 22 ديسمبر عام 1946، عمرها الآن 77 سنة. الفنانة شهيرة هي من مواليد 1 فبراير عام 1949، عمرها الآن 75 سنة. الفنانة صفاء أبو السعود هي من مواليد 9 أكتوبر عام 1950، عمرها الآن 74 سنة.
الفنانة سمية الألفي هي من مواليد عام 1953، تبلغ من العمر 71 سنة. الفنانة والراقصة فيفي عبده هي من مواليد 26 أبريل عام 1953، عمرها الآن 71 سنة. الفنانة هدى رمزي هي من مواليد 10 نوفمبر عام 1958، عمرها الآن 65 سنة. الفنانة فاتن شاهين هي من مواليد 11 يوليو عام 1951، تبلغ من العمر 72 سنة. الفنانة هالة فاخر هي من مواليد عام 1948، عمرها الآن 76 سنة. الفنانة فادية خطاب هي من مواليد عام 1950، عمرها الآن 74 سنة. الفنانة هيفاء واصف هي من مواليد 15 يناير عام 1946، عمرها الآن 78 سنة. الفنانة سامية الجزائري هي من مواليد 25 نوفمبر عام 1946، عمرها الآن 78 سنة. الفنانة سحر فوزي هي من مواليد عام 1962، عمرها الآن 61 سنة. الفنانة ناهد رشدي هي من مواليد 14 سبتمبر عام 1956، عمرها الآن 57 سنة. الفنانة إيمان عبد العزيز هي من مواليد 12 أغسطس عام 1958، عمرها الآن 65 سنة. الفنانة نجلاء فتحي هي من مواليد 21 ديسمبر عام 1951، عمرها الآن 73 سنة. الفنانة مها المصري هي من مواليد 16 مارس عام 1959، عمرها الآن 65 سنة. الفنانة يسرى هي من مواليد 10 مارس عام 1955، عمرها الآن 69 سنة. الفنانة نورة هي من مواليد عام 1954، عمرها الآن 70 سنة. الفنانة نهال عنبر هي من مواليد 9 أكتوبر عام 1961، عمرها الآن 63 سنة. الفنانة مجدة زكي هي من مواليد 12 ديسمبر عام 1958، تبلغ من العمر 66 سنة. الفنانة ليلى علوي هي من مواليد 4 يناير عام 1962، عمرها الآن 62 سنة. الفنانة ليلى حمادة هي من مواليد 14 مايو عام 1951، عمرها الآن 73 سنة. الفنانة عايدة رياض هي من مواليد 23 يناير عام 1954، عمرها الآن 70 سنة. الفنانة عبلة كامل هي من مواليد 17 سبتمبر عام 1960، عمرها الآن 64 سنة. الفنانة سوسن بدر هي من مواليد 25 سبتمبر عام 1957، عمرها الآن 67 سنة. الفنانة شيريهان هي من مواليد 6 ديسمبر عام 1960، عمرها الآن 64 سنة. الفنانة شيرين هي من مواليد 10 أكتوبر عام 1956، عمرها الآن 68 سنة.
الفنانة فريدة سيف النصر هي من مواليد 10 سبتمبر عام 1959، تبلغ من العمر 64 سنة. الفنانة إسعاد يونس هي من مواليد 12 أبريل عام 1950، عمرها الآن 74 سنة. الفنانة أثار الحكيم هي من مواليد 18 مايو عام 1958، تبلغ من العمر 66 سنة. الفنانة إيناس الدغيادي هي من مواليد 10 مارس عام 1953، عمرها الآن 71 سنة. الفنانة بوسي هي من مواليد 26 نوفمبر عام 1953، عمرها الآن 71 سنة. الفنانة تيسير فهمي هي من مواليد 18 مايو عام 1955، عمرها الآن 69 سنة. الفنانة إلهام شاهين هي من مواليد 3 يناير عام 1960، عمرها الآن 64 سنة. الفنانة حنان سليمان هي من مواليد 22 أغسطس عام 1960، عمرها الآن 63 سنة. الفنانة رغدة هي من مواليد عام 1957، عمرها الآن 66 سنة. الفنانة زهرة العلا هي من مواليد عام 1934، تبلغ من العمر 90 سنة. الفنانة سلمى المصري هي من مواليد 9 يناير عام 1958، عمرها الآن 66 سنة. الفنانة وفاء موصلي هي من مواليد 1 نوفمبر عام 1959، عمرها الآن 65 سنة. الفنانة سمر سامي هي من مواليد 5 مارس عام 1956، عمرها الآن 68 سنة. الفنانة صباح الجزائري هي من مواليد 23 يناير عام 1955، عمرها الآن 69 سنة.